أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن ندخل إلى شرح كلام الناظم رحمه الله، لابد أن نعرف أولا ما هي الخطوات المتبعة، المراحل التي سنسلكها في الدرس. محاور الدرس هي كالتالي: أولا عندنا تعرف المصدر، عندنا تعريف المصدر، ثم عندنا أنواع المصدر، ثم عندنا أقسام المصدر، ثم أخيرا أوزانه. إذن هذه المحاور: عندنا تعريف المصدر، ثم أنواعه، ثم أقسامه، ثم أوزانه. بالنسبة لتعريف المصدر، سبق أن عرفنا يعني تعريف المصدر في بداية المصادر، حينما درسنا وقرأنا باب كلام الناظم، باب أبنيات المصادر، حينها رأينا معنى المصدر، ما هو تعريف المصدر. ولكن لا بأس أن نعرج على ذلك. من يعرف لي المصدر؟ تفضل. نعم، آخر. هو الاسم المنصوب المشتق الذي يدل على الحدث دون الزمان. دون الزمان. إذن المصدر هو الاسم الذي يدل على الحدث دون الزمان، أو الذي يدل على الحدث المجرد من الزمان. وله تعاريف أخرى وقد رأينا ذلك. ثم رأينا الأنواع. أنواع المصدر ينقسم إلى أنواع المصدر يعني أنواع المصدر خمسة أنواع. أولا المصدر العادي، ثم واحد يهضر زيد، المصدر الصناعي، ثم المصدر الميمي الرابع. لا، المصدر الميمي الرابع المصدر الميمي الذي يبدأ بالميم، كمفعل ومفعل إلى آخره. وآخر المصدر الخامس وهو مصدر المرة، واحضر بزاف، مصدر المرة ومصدر الهيئة، مصدر المرة ومصدر الهيئة. بالنسبة لي المصدر الميمي ومصدر المرة والهيئة سيتحدث عنهما الناظم فيما بعد، لأن الحديث عن المصدر الميمي ومصدر المرة والهيئة سيتحدث الناظم عن ذلك فيما بعد. ثم رأينا الأقسام. أقسام المصدر ينقسم إلى قسمين: ثلاثي وغير ثلاثي، ثلاثي وغير الثلاثي. ورأينا الثلاثي، رأينا المصدر الثلاثي، وقد بدأ الناظم بالمصدر الثلاثي. ورأينا كذلك أن هذا المصدر الثلاثي ينقسم إلى قسمين: قياسي وسماعي. نعم، ينقسم إلى قياسي وسماعي. زيد، والناظم رحمه الله ماذا فعل؟ نعم، قد جمع المصادر كلها، أي القياسية والسماعية، نعم، في بداية كلامه. ولكن بعد ذلك أفرد للمصادر القياسية يعني حديث خاص، أفرد للمصادر القياسية الثلاثية الحديث بعد أن تحدث عن المصادر بصفة عامة، القياسية والسماعية. كم ذكر بصفة عامة؟ يعني القياسية والسماعية كم ذكر؟ 48. نعم، ذكر 48 وزنا، يعني المصادر القياسية زائد السماعية. أما المصادر القياسية كم ذكر؟ نعم، 12. نعم، المصادر القياسية ذكر منها الناظم رحمه الله 12 وزنا، وقد رأينا كل ذلك. أما القسم الثاني، الأوزان، أوزان المصدر أوزان القياسية، اللي قلنا للمصدر الثلاثي قلنا كم ذكر الناظم منها؟ 12. نعم، ثم نأتي إلى الأوزان.
نأتي إلى الأوزان. نعم، نأتي إلى الأوزان. بالنسبة للأقسام قلنا المصدر ينقسم زيد إلى قسمين، ثلاثي وغير ثلاثي. ورأينا الثلاثي، رأينا أوزانه القياسية والسماء. الآن إن شاء الله تعالى سيتحدث الناظم عن القسم الثاني، وهو المصادر غير الثلاثية. نعم، وهي التي ستكون يعني درسا لهذا اليوم، أو التي ستكون درسنا لهذا اليوم، وهي المصادر غير الثلاثية، وهي الشق الثاني أو القسم الثاني من المصادر. إذن يقول ناظم رحمه الله في هذا الصدد، أي يتحدث عن المصادر غير الثلاثية وهي القسم الثاني كما ذكرت. يقول ناظم رحمه الله: بكسر ثالثي همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. بكسر ثالث همز الوصل مصدر فعل حازه مع مد ما الأخير تلا. الناظم رحمه الله هنا يتحدث عن أول مصدر من مصادر غير الثلاثي، وهو المصدر للفعل المبدوء بهمزة الوصل. ها؟ للفعل المبدوء بهمزة الوصل. وبين كيف يكون مصدر الفعل المبدوء بهمزة الوصل. فما هو مصدر الفعل المبدوء بهمزة الوصل، أو كيف يأتي مصدر الفعل المبدوء بهمزة الوصل؟ وحينما نقول الفعل المبدوء بهمزة الوصل ماذا نقصد به؟ لا، شر رباعية، خماسي والسداسي. نعم، الخماسي والسداسي. فالخماسي والسداسي بدأ الناظم الحديث بهما. فكيف يكون المصدر؟ ما هو مصدر الفعل الخماسي المبدوء بهمزة الوصل؟ كيف يكون؟ قال زيد: بكسر ثالث همز الوصل. بكسر ثالث همز الوصل معناه أن الفعل المبدوء بهمزة الوصل فإن مصدره يكون ماذا؟ يكون بكسر ثالث، بكسر الثالث في الفعل، اكسر الحرف الثالث من الفعل، بكسر ثالث همز الوصل، أي اكسر ايش؟ الحرف الثالث من الفعل المبدوء بهمزة الوصل. ثم قال: مع مد ما الأخير تلا. إذن الخطوة الأولى والعملية الأولى ويش؟ أننا نكسر ماذا؟ نكسر الحرف الثالث، نكسر الحرف الثالث من الفعل بعد أن كان مفتوحا في الفعل. ثم الخطوة الثانية أو العملية الثانية هو ماذا؟ أننا زيد نعم نمد ما قبل الأخير، ليس الحرف الأخير بالضبط، وإنما ما قبل الأخير. وإذا قال مع مد زيد ما الأخير تلا، أي تبع، أي أمددي الحرف الذي يلي الأخير، أي أمددي الحرف الذي يلي الأخير، بمعنى أنك تمد ما قبل الأخير. فلو قلت لكم الآن ما هو مصدر انطلق مثلا، نقول انطلق، هذا فعل خماسي كما تشاهدون، وهو مبدوء بهمزة ايش؟ الوصل. فما هو مصدره؟ نطبق القاعدة التي ذكرنا أننا ماذا نفعل، قلنا نعم نكسر الثالث، اكسر الثالثة وتقول انطي، هذه انطى بالفتح تصير انطي بالكسري. هذه هي الخطوة الأولى، أننا نكسر الثالث. ثم الخطوة الثانية ماذا قلنا؟ نعم نمد ما قبل الأخير، نمد ما قبل الأخير، كيف تصير؟ انطلاقا. إذن كسرنا الثالثة زيد، كسرنا الثالثة ومدينا ما قبل اللام، هذا هو الذي
مددناه فصار انطلاق. ما معنى مده؟ هو إشباع، فتحته حتى إشباع فتحته زيد فيتولد منها ألف، إشباع فتحته فيتولد منها ألف فتصير انطلاقا، انطلق انطلاقا. أعطوني شيء مثال آخر. خماسي هو الأول، بديو بالخماسي انطلق، هذا مثال الخماسي. شوف انصرف، انصرف نقول انصرف هذا فعل، ما هو مصدره؟ انصرافا، مصدره انصرافا. زيد شو عدخر؟ انقلب، انقلب، ما هو مصدره؟ انقلابا، انقلب انقلابا، انقلب انقلابا. وهكذا يعني الفعل الخماسي المبدوء بهمزة الوصل فهذا هو مصدره، وأننا نكسر الثالثة ونمد ما قبل الأخير، نكسر الثالثة ونمد ما قبل الأخير فتصير انطلاقا. نقول افتتح افتتاحا، اقتدر افتخر افتخارا، وهكذا. هذا بالنسبة لي الخماسي. ثم نضيف إليه ماذا؟ نضيف إليه كذلك السداسي، والسداسي مثله، والسداسي مثله. السداسي بحالاش مثل ماذا؟ كاستخرج، استخرج استخراجا، استخرج استخراجا. زيد استنبط، استنباطا. زيد استغفر، استغفارا. استورد، استرادا. غادي نشوفوا هذه القضية هذه ديال لاحظوا هنا مسألة، أن هذا الخماسي الذي يأتي على وزن نقول مثلا السداسي عفوا بحال استغفر استغفارا، ولا حتى الخماسي انطلق انطلاقا، هذا إذا كان نعم. وهذا إذن ثم بعد ذلك مثلا قلنا السداسي هو هذا، أنه يأتي بكسر الثالث ومد ما قبل الأخير، بكسر الثالث ومد ما قبل الأخير. ثم قال واضممه، واضممه من فعل التازيد أوله، واضممه من فعل التازيد أوله، واضممه. ماذا تضمه؟ واضممه، الضمير يعود على من؟ يعود على ما قبل الأخير. واضممه أي اضمم ما قبل الأخير، اضممه أي اضمم ما قبل الأخير. إذا أردت المصدر من الفعل زيد التي زيد في أوله تاء، التي زيد في أوله التاء، إذا أردت مصدر الفعل المبدوء بالتاء فما كيف يكون؟ قال بضم لا اضمم ما قبل الأخير، اضممه أي اضمم ما قبل الأخير. مثل تعلم، تعلم نقول تعلما، تعلم تعلما، تكرم تكرما، تقبل تقبلا، تسلم سلما، وهكذا تدحرج تدحرجا. إذن فالخماسي المبدوء بالتاء فإنه يكون مضموم ما قبل الأخير، ما قبل الأخير ضمه، ولكن هذا إذا كان صحيح الأخير، إذا كان صحيح الأخير كما تشاهد وتلاحظون بحال تعلم، هذا صحيحك صحيح الأخير، تعلم تعلم هذا صحيح الأخير، تكرم تكرما، تسلم تسلما. فإن كان معتل الأخير، فإن كان معتل الأخير يكسر زيد، إن كان ما قبل الأخير ماذا؟ يكسر ما قبل آخره، إن كان معتل الأخير فإنه يكسر ما قبل آخره. بحالاش كتزكى،
تزكيا تزكيا تولى توليا تسلى تسليا تسلقى تسلقيا. لماذا كسروا ما قبل الأخير في المعتلي وضموا وضموها في الصحيح؟ لأن طبعا هذا المعتل تسلقى وتزكى فإن آخره يا ياك تسلقى تسلقيا تزكى تزكيا آخره يا. وإذا ضممنا ما قبل الياء ماذا يحدث؟ نوع من الثقل. إذا ضممنا ما قبل الياء يحدث نوع من الثقل، ولذلك نكسر ما قبل الياء لمناسبة الياء لمناسبة الياء لمناسبة الياء. فنقول تسلقى تسلقيا، القياس نقول تسلقويا تسلقويا، تولى توليا، ها توالى تواليا، ولكن هذا فيه نوع من الثقل، ولذلك كسروا الحرف المضمومة لمناسبة الياء وقالوا لأن الياء تناسب الكسرة، فقالوا تسلقيا توليا تواليا وهكذا. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله قال واكسره، يعني يتحدث عن ما قبل الآه، عن الحرف الذي قبل الأخير. قال لك هنا أضممه ياك، وضممه من فعل التازيدة، إذن صحيح في الصحيح. وقال هنا واكسره، أي اكسر ما قبل الأخير فوقاش متى؟ يعني سابق حرفين، إذا كان هذا الحرف ما قبل الأخير واش؟ نعم، إذا كان هذا الحرف حرف علة واكسره، أي اكسر هذا الحرف المضمومة إذا كان قبل حرف، إذا كان ما حلة، نعم إذا كان قبل حرف العلة اكسره متى؟ إذا كان يسبق، قال واكسره سابق حرفين، اكسره إذا كان سابقا لحرف العلة بك تسلقيا توليا. إذن فنكسره لماذا؟ لأن بعده حرف علة وهو الياء. ثم قال لفعلل ائتي بفعلال وفعللة. إذن في الأول قلنا تحدث عن ماذا؟ في الأول تحدث عن مصدر، ياك عن مصدر الفعل المبدوء بهمزة الوصل مطلقا، وقلنا يقصد بذلك الخماسي والسلاسي. ثم النوع الثاني وهو تحدث عن مصدر الفعل المبدوء بالتاء، رأينا مصدر الفعل المبدوء بالتاء وقلنا كيف يكون مضموم ما قبل الأخير إذا كان صحيح الأخير، ويكون مكسور، ويكون مكسور ما قبل الأخير إذا كان معتل، إذا كان معتلا. الآن نوع ثالث وهو قال لفعلل ائت بفعلال وفعلل. الآن يريد أن يتحدث لنا عن مصدر فعلل. فعلل هذا ماذا تفهمون منها؟ فعلل هذا فعل مجرد، فعلل رباعي، فعلل هذا يعني مراد به هو الفعل الرباعي المجرد، الفعل الرباعي. فما هو مصدره فعلل وهو فعل رباعي؟ ها نعم، في فعلال وفعلل، فعلال زيد وفعلل. إذن ففعلل فعل مجرد مصدره له مصدران، له مصدران وهما فعلال وفعلل. هذا هو الظاهر، الظاهر من كلام الناظم هو هذا، أن فعلال وفعلل كلاهما مقيس، كلاهما قياسي. ولكن في خلاصة ابن مالك أنه قال فعلل هو المقيس، حيث قال فعلال أو فعلل لفعلل واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، قال فعلال أو فعللة لفعلل زيد واجعل مقيسا ثانيا. ما هو الثاني؟ فعلل، لأنه قال في الأول فعلال زيد أو فعللة لفعلل واجعل مقيسا إذن ما هو الثاني؟ هو فعلل. إذن ففعلل هو الثاني وهو المقيس كما ذكر ابن مالك رحمه الله في الخلاصة. إذن مصدر فعلال قلنا ما هو؟ هو فعلال و
فعل لا فعلان وفعل لا مثال ذلك كزلزل زلزالا وزلزلة ودحرج دحراجا ودحرجة زيد شو يعطيني شيء مثال آخر عسعس عسعس حصحص حصحصا وحصحصا ولكن ذكر بعض الصرفيين أن فعل لا يكون مضطردا في المضاعف في فعل لا المضاعف في فعل لا المضاعف والمراد به كوسواس مثلا وزلزلة هذا مضاعفة أليس كذلك مضاعف زلزلة وسوس حصحص وهكذا إذن ففعل لا تكون غالبا في هذا النوع وهو زلزلة نقول زلزلة زلزلة وعسعس عسعسة وحصحص حصحصة وهكذا وهكذا نعم إذن هذا هو إذن ففعلال وفعلال قلنا هما مقيسان أو أن فعلال مقيس أكثر من فعلال لفعلال وقلنا بأن فعلال يكون مضطردا في المضاعف في المضاعف أي فيما كررت حروفه ثم قال وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لا من اعتلى فعل الآن انتقل الناظم للحديث عن مصدر ففعل والمراد به ماذا هنا يتحدث عن مزيد 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 الثلاثي مزيد الثلاثي وهو الرباعي بالزيادة فعل وهذا النوع هذا النوع مزيد الثلاثي بحرف واحد بحرف واحد فيه ثلاثة ديال الأنواع فيه ثلاثة أنواع كي المزيد باش أولا بالتضعيف كفعل هنا بدأ لنا بالمزيد بالتضعيف كفعل وكاين المزيد أيضا بالألف بالألف التي توجد بين الفاء والعين يسميها ألف الإفعال أو المفاعلة وكاين هناك نوع ثالث وهو المزيد بماذا به كاين تضعيف وكاين ألف الإفعال وعندنا الهمزة همزة القطع همزة القطع كأكرم وأقبل إلى آخره فبدأ الناظم بالمزيد بالتضعيف فعل كيف يكون مصدر فعل قال تفعيلا وفعل اجعل له تفعيل ولكن متى حيث خلا من لا من اعتلى حيث خلا من لا من اعتلى معنى أن تفعيل هو مصدر لفعل متى نعم إذا كان صحيح الأخير إذا كان صحيح الأخير مثل كثر تكثيرا زيد قتل تقتيلا زيد قلل تقليلا سلم تسليما زيد كرمه تكريما وعلمه تعليما وجهه توجيها وكلم الله موسى تكريما نعم وهكذا هذا بالنسبة إذا كان صحيح الأخير أما إذا كان معتل الأخير شنو قال يعني حيث خلا من لا معتل اعتلى للحاويه تفعيلة أي أن الفعل الذي يحوي لام العلة أي يشتمل على لام العلة في آخره فما هو مصدره تفعيلة إذا كان هذا الفعل من باب فعل معتل الأخير معتل الأخير فإن مصدره هو تفعيلة بحالاش ربا تربية شتوا ربا تربية زيد لبا تلبية زكى تزكية صلى تصلية ولا تولية ولا تولية وهكذا هذا هو معنى للحاويه تفعيلة إلزم أي لازم يلزم يلزم تفعيلة في الفعل الذي يتضمن حرف العلة في آخره
قال وللعاري منه، وللعاري منه، منه من ماذا؟ من حرف العه العلة. وللعاري أي الفعل الذي يكون عاريا من حرف العلة، بمعنى هو الصحيح. يقول ربما بوزلا وأعطي تفعيلة. شوف احنا قلنا تفعيلة يكون مصدر لمن؟ تفعيلة للمعتل، للمعتل الأخير. قال ربما تفعيلة قد تبدل زيد وتعطى لمن؟ للصحيح، للصحيح غير معتل. نعم، وذي قال ربما بوزل وأعطي تفعيلة للفعل العاري من حروف العلة. بحلاش تقول بصره تبصرة، بصره تبصرة زيد جربه تجربة، بصره تبصرة جربه تجربة. وهذه تفعيلة قالوا تكون في الغالب في المهموز الأخير إذا كان الفعل مهموزا، بحال نقول جرأ، جرأه تجرئة، جرأه تجرئة زيد جزأه مزيان أعطيني جزأه تجزئة، نشأه تنشئة، وخرج من ذلك نبأ. قالوا نبأ ليس من هذا، قالوا نبأ تنبيئا، نبأ ليس من هذا النوع، خرج من هذه، خرج من النوع المهموز، قالوا نبأ تنبيئا. هذا هو معنى قول الناظم رحمه الله، قال وللعاري منه ربما بدلا، أي أعطي تفعيلا للعاري من حرف العلة والمراد بالصا صحيح كما ذكرنا. ثم قال ومن يصل بيت فعال تفعل، ومن يصل بيت فعال تفعل، والفعال فاحمده بما فعل. الآن سيتحدث الناظم عن بعض المصادر القول السماعية أو النادرة وليست قياسية، وليست قياسية، سيكون الحديث الآن عن بعض المصادر السماعية أو النادرة التي تأتي قليلا. قال ومن يصل بتفعل، والصواب كان أن يقول ومن يصل بتفعل تفعل، هذا هو الصواب، نقول ومن يصل زيد بتفعل تفعل وبفعل فعال زيد فحمده بمعنى. قال من جاء بمصدر تفعال، من جاء بمصدر تفعال لتفعل وجاء بمصدر فعال فعال، قال لك فحمده، أي لا تعيب عليه ولا تلوم على ذلك، فقد جاء بما هو يعني مسموع وموجود في كلام العرب. لأن القياس تفعل، ماذا قلنا؟ قلنا القياس مصدر القياسي ديال تفعل ما هو تفعلا أو هذا التفعل يكون مضمون ما قبل الأخير إذا كان صحيح الأخير، وإذا كان مكسور الأخير يكون ما قبل الأخير كسره، ولكن قد نجد مصدرا آخر لتفعل وهو تفعال، وهذا مصدر ليس قياسيا، نحن شنا المصدر ديال تفعل قياسي وهو. قالوا بحلاش تفعل تفعال كتملق تملاق، قالوا تملق تملاق، والقياس نقول تملق تملقا، قالوا تحمل تحمال، والقياس تحملا، قياس ديال تملق تملقان وتحمل تحملا، ولكنهم قالوا تملاق وتحمال، هذا هو معنى. وقد جاء بتفعال، وقال ومن يصل بتفعال تفعل، ثم قال والفعال فعل، ما هو مصدر فعل؟ قلنا القياسي هو تفعيل، فعل تفعيلا إذا كان صحيح الأخير، أما إذا كان معتل تفعيله، ولكن قد يكون مصدر فعل وهو فعال، قد يأتي على هذا الوزن فعال، كقوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، والقياس تكذيبا، وكذبوا بآياتنا كذابا، والقياس تكذيبا. ثم قال وقد يجاء بتفعال لفعل، كذلك فعل أيضا، فعل شنو المصدر ديال فعل؟ ما هو؟ تفعل قلنا تفعيلا، نعم، مصدر ديال فعل هو تفعيلا،
تفعيلا، وقد يجاء لفعل في مصدر آخر هو تفعل متى؟ إذا أريد بذلك التكثير والمبالغة، إذا أريد المبالغة والتكثير في الفعل قالوا تفعل، كسيره نقول سيرت سيارا وطوف تطوافا، سيرت سيارا وطوف تطوافا، والقياس نقول سير تسييرا وطوف تطويفا، سير تسييرا وطوف تطويفا، هذا هو معنى. وقد جاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار، وقد جعل ما للثلاثي وقد جعل ما للثلاثي فعلا مبالغة، وقد جعل ما للثلاثي فعلا مبالغة. ثلاثي نحن سبقا عرفنا ما هو مصدر الثلاثي، أليس كذلك؟ عرفنا بأن مصدر الثلاثي على حسب، إذا كان هذا الثلاثي متعديا أو لازما حسب، فإن كان الثلاثي متعديا فإذا كان من باب فعل مثلا أو من باب فعل اش تقولنا؟ فإن مصدره فعل، مزيان. إذا كان الفعل من باب فعل أو فعل وكان متعديين زين، فإن مصدرهما القياسي هو فعل، وإذا كان من باب فعل اللازم فإن مصدره ماذا؟ فعل، كفرح فرحا. ولكن قد يجاء، وقد يجاء يعني بمصدر آخر، يعني فعيلة بمصدر آخر وهو فعيلة، تقول حته حتيتا وخصه خصيصا، والقياس نقول حته حتا وخصه على وزن فعلا، لأن هذا من فعل المتى مضعف المعدة، هذا المضعف المعدة، خصه خصا وحته حتا، قالوا حتيتا للمبالغة. ثم قالوا من تفعل أيضا قد يرى بدلا، هذه فعيلة قد تكون بدلا من تفاعل. سبقا عرفنا أن مصدر تفاعل، تفاعل ما هو مصدره؟ تفاعلا نعم، يعني لما يتحدث عنه الناظم بعد، لا زال الحديث عن هذا المصدر يعني لم يتحدث عنه الناظم بعد، ولكن قال هنا ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، أي بمعنى أن فعيلا قد يرى بدلا من تفاعل في تفاعل، لأن ما مصدر تفاعل هو تفاعلا، ما مصدر تفاعل تفاعلا، تقول مثلا تقاتل القوم تقاتلا، تصافح القوم تصافحا، تحاور القوم تحاورا، ولكن قد يؤتى بفعيلا بدلا من تفاعل، كما تقول ترام القوم رميا، ترام القوم رميا، والقياس تراميا، لأن هذا معتل، ترامى هذا معتل، ولذلك يكسر ما قبل آخر، نقول ترام القوم تراميا، هذا هو القياس، ولكن قد يقال رمية على وزن فعيلة، رمية على وزن فعيلة. قال ومن تفاعل أيضا قد يرى بدلا، ثم قال وبالفعل التي فعل لا قد جعلوا مستغنيا لا لزوما فعرف المتلا. إذن آخر المصادر هو وفعليلة، فعليلة هذا فعليلة هو مصدر لفعل لا، قد جعلوا مستغنيا أي قد جعلوا فعليلا لإفعل لا استغناء عنها بإفعل لال، لأن المصدر ديال إفعل لا ما هو؟ المصدر القياسي ديال إفعل لا هو فعل لال، تقول اقشعرارا اطمأن اطمئنانا، اكفهر اكفهرارا، وهكذا. ولكن استغنوا بفعليلة عما ذكرنا، فقالوا اطمأن طمأنينة اقشعر قشعريرة، هذا هو معنى وبالفعليلة الذي فعل لقد جعله مستغنيا لا لزوما، ولذلك قال لا لزوما بمعنى هذا ليس مضطردا،
معنى أن فعل لله ليس مضطردا في فعل الله، أي ليس لازما، يعني دائما يجب عليك أن تقول اطمأن طمأنينة واقشعر قشعر الله، قد تقول زيد اطمأن طمئنانا، قد تأتي بفعل الله تقول اطمأن طمئنانا واقشعر قشعرارا وإلى آخره. وبالفعل الذي فعل الله قد جعله مستغنى لا لزوم فعرفي فعرف المثلية، يعرف الأمثلة القياسية من السماعية لكي يعني تجتنب الخطأ. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.